analyser 20 000 marqueurs au niveau du génome. Donc on va pouvoir séquencer tous les génomes de l'humain. Bon, هذه آخر ما يكون في المستجدات ديال علم الوراثة في التطبيق ديال les sciences forensiques, يعني matière d'identification humaine. Donc هذه الماشين حنا ثالث بلد عربي اللي عندنا من بعد قطر ومن بعد الإمارات. Donc هذه الماشين اللي مهم فيها وأن عندها بزاف ديال التطبيقات, تقدر تكون تطبيقات ميديكال وسي ميديكو ليغال, يعني هادشي اللي كنديروا حنا هنايا. في إطار استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في تحديد المرافق ديالها, تم إنشاء هاد البناية ديال المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على واحد لا سوبرفيسي ديال 8600 متر كاري. هاد البناية فيها مرافق ديال المختبر, يعني فيها 5 ديال لي بلاطو تكنيك, مشات على واحد 7 ديال لي نيفو, كاين لو سوسول وكاين لو ريد شوسي فين كان ريسبسيوني لي بياس ا كونفيكسيون و لي لوكو تكنيك. او نيفو دو بروميي ايتاج اون لا شيمي فورانزيك, تم تحديد مجموعة ديال الاليات اللي تم الاقتناء ديالها, اللي هي دو ديرنيير جينيراسيون, يا اما كانوا عندنا ديجا يعني تم استحداث ديالها, والا فريمون كانت دي اكيزيسيون جدادين دي نوفيل تكنولوجي اللي غيمكنوا لنا نواكبوا داك التطور العلمي والتقني في الميدان ديال العلوم الشرعيه. فاذا هاد البنايه هادي كتواكب وكت سو كونفورم المواصفات الدوليه, بحكم اننا ان لابوغاتوار اكريديتي ايزو 17025 من عند المنظمه الامريكيه للاعتماد, فخصنا نواكبوا التطور كما قلت, سواء على الصعيد ديال البنايات ديالها بلي سال بلونش, لان عندنا او نيفو دو 5 ايتاج دو سال بلونش اللي فيهم دي زوتومات ديال لو تريتمون دو بروفيل ا دي ان اون او دي بي, يعني عالي الصبيب, وبالتقدم ديال التقنيات كما قلت لك اللي خصها تكون, لانه الجريمه كتطور, فخصنا حتى حنا نطوروا الاليات ديالنا والتقنيات ديالنا باش يمكننا التصدي للجريمه بشتى الانواع ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.